يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خلاص انهينا الانجولر بتاعنا وعملنا كونفيرت من ال HTML و CSS للانجولر بتاعنا وكل حاجة تمام، مفيش مشكلة. طبعا واحنا شغالين بقى هنشتغل اكتر على اللي احنا حطيناه اللي هو ال HTML والكلام ده كله، وهنقسم الكومبوننت وهنشوف الدنيا ماشية ازاي وهننظم الدنيا كلها اكتر. احنا حطينا كل الكود بتاع ال HTML في الكومبوننت بتاعتنا لو حد فاكر، وكل حاجه تمام مفيش اي مشكله، لكن الكود ده كله مش هيفضل كده. فمع الايه واحنا شغالين واحده واحده هنشوف الكود واحنا بنهندله. تمام، عاوزين بقى نبدا في الجداول بتاعتنا في الداتا بيز عشان نبدا بقى نشتغل على الباك والفرونت ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. فلو انت ملاحظ معايا في الابلكيشن بتاعي هتلاقي ان في حاجتين مهمين جدا هتبدا بيهم الداتا بيز بتاعتك وهتكريت بيهم الموديل بتاعتك وتبدا تشتغل عليهم، اللي هي عندك الكاتيجوري، وكل كاتيجوري لها مجموعه من الاوردرز. يعني ايه؟ مش فاهمين؟ مش دي فود ودي كولد درينكس وهوت درينكس وسويتس واذر فود؟ ديت عباره عن ايه؟ عن كاتيجوريز. تمام، كل كاتيجوري منها ليها مجموعه من الاوردرز. يعني الفود في بقى ايه؟ الفود، الرز، البرجر، البانيه، ايا كان يعني. وكذلك الكولد والهوت، كل واحده ليها ايه؟ ليها مجموعه من الاوردرز. تمام، في مشكله؟ موضوع بسيط خالص، كاتيجوري وكل كاتيجوري ليها مجموعه من الايه، من ال إيه، من الايه، الاوردرز. تمام، فانا لو جيت هنا عشان توضح اكتر، خلينا نسيب ديت اهي. انا عندي اول تيبل هيكون فيه الاي دي والكاتيجوري اللي هي ايه، دي الكاتيجوري يا جماعه، الكاتيجوري نيم. حلو اهو. اذا اول جدول فيه الاي دي والكاتيجوري نيم بس، ادي اول جدول. تمام، تاني جدول فيه الاي دي والنيم والبرايس والايمج والديسكريبشن. ديت الاي دي والكاتيجوري نيم هيبقى مثلا واحد مثلا فود، اتنين كولد درينكس، تلاتة هوت درينكس، اربعة سويت، خمسة اذر فود. اذا ده الايه، جدول ممكن نسميه الكاتيجوري. تمام، نسميه ايه؟ الكاتيجوري اهو. تمام، ده جدول الكاتيجوري. نخش على الجدول ممكن نسميه الاوردر. تمام، هيبقى فيه الاوردر. الاوردر بيكون من ايه؟ الاي دي، تمام، النيم، اسم الاوردر، البرايس، سعره، الايمج، الصوره بتاعته، الديسكريبشن بتاعه، اللي هم ايه؟ اللي هم الصوره والاسم والسعر والديسكريبشن، اللي هم ايه؟ دول اربع اتريبيوت اللي هم ايه؟ اللي هم اهم 1 2 3 4 والاي دي 5. في صعوبه؟ مفيش صعوبه، ده بتاع الكاتيجوري وده بتاع الاوردرز. تمام، حد يتوقع معايا العلاقه ايه؟ طبعا مش محتاج اقولها، اصل هي واضحه خالص. قلت الكاتيجوري ليها اكتر من اوردر، يعني هنا الكاتيجوري مثلا وليكن اللي هي مثلا الفودز، مثلا في هنا برجر وفي هنا ايه؟ بانيه مثلا بقى ايه، ورز وكلام من ده. اذا الكاتيجوري الواحد ليه اكتر من اوردرز، اذا العلاقه هتكون ايه؟ العلاقه هتكون ما بينهم هنا هتكون 1 تو ميني اهي، 1 تو ميني. دي من ناحيه ايه؟ من ناحيه الكاتيجوري. تمام، 1 تو ميني من ناحيه الكاتيجوري. ركزوا معايا اهو، من الناحيه ديت 1 تو ميني. الكاتيجوري الواحد ليه اكتر من ايه؟ من اوردر. طب من ناحيه الاوردر، ركزوا معايا، من ناحيه الاوردر هتكون العكس، ميني. تمام، ميني تو ايه؟ ميني تو 1 اهي. ليه ميني تو 1؟ طبعا انا مش محتاج اشرحها، هي باينه خالص، يعني باينه لوحدها خالص، لان هنا كذا اوردر بينضم لايه؟ لكاتيجوري واحد. يعني هنا كاتيجوري واحد ليه اكتر من اوردرز، اذا اكتر من اوردرز ليهم كاتيجوري واحد، اذا العلاقه ميني تو 1. 1 من هنا ليها ميني في الاوردر ده، اما ميني في الاوردرز ليها كاتيجوري واحد هنا. صح ولا غلط؟ صح. تمام، مفيش اي مشكله يا جماعه، دول اول تو تيبل هنشتغل عليهم ان شاء الله من المره الجايه. تمام، انا حبيت نفسر الايه، التيبلز
والمودلز بتاعتنا هنا عشان كل حاجه تكون واضحه. طبعا انا شايف ان التو تيبلز ما فيهمش اي حاجه، فلو في برضو حاجه مش واضحه تواصل معايا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.